ايش الخيارات الاخرى المتاحه اللي ممكن ننزل التطبيقات منها في حال وجدت ولم تعد حكرا على التطبيقات الموجوده حاليا؟ هلا اليوم المشكله ما هي مشكله مصاري، يعني مشان هيك فيها الاختلافات عم تكون. دائما المشاكل مشاكل مصاري ايمن، لانه لما انا وياك عم دائما الناس تتخانقوا على ايش غير المصاري يعني 100%. فهلا اذا يعني اذا شخص مثلي مثلك عم يعني عم نشترك بتطبيق عن طريق الابل ستور او او او, أو الجوجل ستور، يعني في 30% تقريبا عم بتروح لشركه ابل او جوجل. اذا انا دفعنا 100 درهم حق التطبيق او 10 درهم، في 30% منها عم بتكون عم بتروح عم تاخذها ابل او او جوجل. وبتقول ابل او جوجل تبع يعني انا يعني زبون من عندي، وانا لما حضرتك كمطور للتطبيق انا عندي ناس عم تدرسوا لتشوف اذا فيه مشاكل امن سبرانيه او فيها مشاكل فيها. انا عم باخذ كفلوس، انا عم بسحبها من الزبون. اذا عنده مشكله زبون انا عم ساعده فيها، فمقابل هذا الموضوع بدي 20-30% حسب الايميل موجود فيها. هلا باليابان عم يجربوا يعملوا قانون جديد بيقول لا، اذا بيحب الزبون انه ياخذ التطبيق من خارج المتجر، يعني يدفع من خارج المتجر ياخذ من خارج المتجر، انتم لازم تسمحوا لهم. لانه اليوم ابل جوجل ابل بالاخص ما بتسمح لهالموضوع، لانه مثل ما كنا على الكمبيوتر نجيب يعني تطبيقات اوقات فيها فيروس، اوقات فيها مشاكل، اوقات هي منها رسميه، اوقات يعني. فابل جوجل بتقول لك انا لا، بدي احصره من التطبيق من عندي، بكون التطبيق نظيف واكيد انا منه لحتى اعطيك اياه كمستخدم. طيب احنا كمستخدمين ايش بيفرق معانا ايمن؟ نحن بالاخر نحن ما حنستفيد كثير معها، يعني هي الفكره بيقولوا انه التطبيق يعني حيصير اقل، يعني اذا صار التطبيق 30 درهم بيصير 25 درهم مثلا. بس انا بشك، لانه انا بشوف يعني بالعالم العادي حتى من دون لانه مثلا في مثلا عندك دول بتساعد يعني بالخبز، برغيف الخبز والقمح بتساعد لحتى يكون التكلفه اقل. بس لما الدوله بتساعد اكثر يعني سعر رغيف الخبز عم يضل نفسه، فالمستفيد عم يكون اكثر التاجر عاده عم بيكون يعني. فهون كمان بالتطبيقات الالكترونيه حيكون كمان يعني حيكون اذا خفت 30% صارت صفر مثلا، انه اكيد يعني بده يستفيد منها صاحب يعني صاحب التطبيق، او يمكن ينزل شوي. فنحن كمستخدم ما في استفادة. وبدنا نشوف نحن مثلا بتطبيقات جوجل مسمح لهم انه يجيبوا تطبيقات من خارج المتجر، بس الاكثريه ما بيستعملها لانه اهين وامن افضل والدفع اسهل والتطبيقات يعني عم تكون يعني عم تتحسن تلقائيا افضل. كمستخدمين بشك يعني في استفادة كبيرة لنا. طيب هي في ناحيتين أيمن، الناحية الأولى كمستخدمين يمكن يستفيدوا ماليا، بتكون أسعار التطبيقات مثل ما ذكرت أقل، لكن من ناحية أخرى في يعني في جانب آخر اللي هي أولا التطبيقات كمطورين هل يمكن أن تنتشر إذا كانت في غير أبل ستور مثلا أو الأب ستور أو غيرها؟ احنا متعودين عليها، ويمكن احنا بنشوف تطبيقات جديدة بتعرض لنا لانه اصلا هو مشهور. كمطورين كيف ممكن يشاركوا تطبيقاتهم على اماكن اخرى مثلا؟ هلا يعني كمطورين هني ما عندهم محل يروحوا فيه غير على ابل وعلى جوجل، يعني بالاخر يعني تليفوناتنا عم تكون يعني ابل او جهاز عم يكون جوجل، وفي قصص صغيره غير، بس اكتريه السوق هيك عم بيكون. فكمطور مضطر يطور لابل وجوجل. هون اللي عم بيصير هو انه بدل ما انا كمستخدم اخذه من التطبيق الرسمي تبع ابل، بروح على موقع على الانترنت تبع المطور وبعمل تحميل من هنيك. هيك ساعتها بقول لك اذا حملته مباشره من عندي انا بخليك تدفع من عندي، يعني ادفع لي لالي مباشره، ما تدفع لابل، يمكن رخص لك اياه شيء اقل شيء بسيط وتاخده من عندي. بس كمان شو حيصير فيها؟ حيصير في مواقع ثانيه ما هي اللي غير رسميه، بقول لك انا تطبيق انستغرام انت اخذه من عندي، هو انا حاخذ صورك وحاخذ اغراضك وحاخذ كل شيء، ما حتقدري تعرفي بهالموضوع. او اذا انا دفعت وعندي مشكله انا مع هالمطور، بقول لك المطور انا اخذت المصاري ويعني انا مش حرد المصاري. اذا اخذته من ابل وجوجل بقدر انا يعني شوي يكون يعني
اطلب حدا يراجع يشوف شو المشكله، يعني يوقف بالنص بيني وبين المطور. هلا هو وين بيكون في استفاده للمطورين اكثر؟ يعني في كثير ناس كتطبيق منه مربح كثير، يعني كتطبيق منه مربح كثير، اعتبرت يعني ربحه 35%. اذا 30% رايحه منه لابل او لجوجل بقي له 5%، فاذا 30% صارت 15 ربحه فجاه كبر. هو ما عمل شيء بس يعني ربحه فجأة كبر، فهون يعني بيساعد كمطورين ليكون عندهم تطبيقات أفضل. بتصور أنا بالوقت الطويل ما هل حيصير هو هل 30% رح تنزل رح تتقفط، بتصير يمكن 15 يمكن تصير 12 يمكن تصير 10 مع الوقت مع السنين، بس حتضلها موجود، يعني ما حتنزل لصفر. ايوه طيب بالنسبة للأمان ذكرت أيمن إنه أنا ممكن أروح للمطور بشكل مباشر وأحمل التطبيق من عنده، طيب أنا كيف أضمن إنه هذا المطور ممكن أثق فيه أو ممكن أحمل تطبيقاته؟ يعني الآن مشاكل السوشيال ميديا وبالذات في موضوع النصب واللينكات والهاكرز يعني خلال السنتين الماضية زادت كثير. يعني أبل جوجل بيقولوا نحن ليش عم ناخذ المصاري المطورين؟ لأنه نحن عم نتأكد لما يجينا لما المطور عم بيحط تطبيق عندنا بالمتجر عم ندرسه عم نتأكد منه عم نراقب من كذا شغلة، عندنا صورة الباسبور، عندنا اسم الشركة، عم نعرف وين عم ندفع لهم فلوس، يعني يعني مسكين انه بنعرف وين. فإذا الشخص بده يسرق يعني معروف وين لحتى ينوصل له. إذا عم ناخذ مباشرة من الإنترنت يعني عادة ما مفروض يكون في مشكلة، بس في ناس نيتهم مش صافية أو بجرب ويقلدوا انستغرام، يعني انا بسميه انستغرام بس بحط انستغرام شخص مثلا او انستغرام اثنين او يلي هو، انا يمكن ما انتبه كشخص وبنزل هالتطبيق بيطلع هذا التطبيق منه صحيح، منه هو الرسمي ومع المشاكل يلي بتعامل معه. نحن كاشخاص يعني هو الاسهل بالمتجر، وإذا حابين نحن نطلع الإنترنت وحابين نجيبه ما نسي نتأكد إنه هذا الموقع الصحيح، يعني هذا الرابط الصحيح، يعني ما بتكون في انتباه وتوعية أكثر مني أنا كمستخدم، أو أهين اللي بفتح تطبيق بالجهاز وبنزل مونيك وأريح لي. والله أنا عن نفسي أنا ممكن أدفع شوية زيادة أكثر بس أنا أكون متأكدة ومطمنة إنه ما حد يخترق جوال، يعني الواحد صار يخاف يفتح لينك، الواحد يشوف اللينك يخاف يعمله ديليت على طول قبل ما يفتحه، فالموضوع السكيورتي يمكن صار هو أهم شيء حاليا. اللينك مثل ما قلت انت صحيح، ما يعني حتى انا يعني اذا رويك عم نحكي على انستغرام وانت بعثتي لي لينك يمكن بصراحه بعث لك واتساب لك على انستغرام بعثتي لي لينك هذا، أيوة شخص ثاني يعني صح معك حق 100%.